تثبت معادلتها البحرية وواشنطن استنفدت أوراقها. خلال 3 أيام سلسلة ضربات يمنية طالت سفنا بريطانية وأمريكية وإسرائيلية شملت خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي، وكذلك استهداف مدمرة أمريكية وضرب أهداف في إيلات جنوب فلسطين المحتلة بواسطة صواريخ باليستية ومجنحة، وأيضا إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن. لم يسجل رد فعل أمريكي أو بريطاني، ولوحظ خلال الآونة الأخيرة اكتفاء دول العدوان بالتصدي للمسيرات والصواريخ وليس بالضرورة إسقاطها، فكثير من الضربات البحرية أصابت أهدافها وتم الإقرار بذلك. بالتوازي كانت واشنطن تسحب حاملة طائرات ومدمرة وتعيدها إلى الشرق المتوسط. أمام المشهد أعلاه يمكن الاستنتاج أن الأمريكيين استنفدوا أوراقهم إن بالترغيب أو بالترهيب، وعليه فقد سلموا بواقع فرضته صنعاء وقواعد اشتباك تحكمت بها ولم تتمكن القارات المعادية من منعها، بل شهدت المرحلة الماضية تطوراً في العمليات اليمنية كماً ونوعاً وفي المدايات. قبل مدة أجمع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كانغ وقائد القيادة الوسطى الجنرال كوريلا بأن لا حلول عسكرية للعمليات البحرية اليمنية، وهو ما يعد قراراً بالفشل والإخفاق في فرض كفاء يمني عن مناصرة الشعب الفلسطيني، وهو أيضاً تسليم بما فرضته جبهات الإسناد من لبنان إلى العراق واليمن بأن لا وقف للعمليات قبل وقف العدوان على قطاع غزة. في اليمن وبعد قرابة 7 أشهر من الحرب يلاحظ بسهولة أن صنعاء فرضت معادلتها البحرية وهي ماضية في تطورها، وكذلك تموضعها ضمن وحدة الجبهات أو الساحات في المنطقة، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا بالنسبة للأمريكيين الذين باتت حساباتهم تتجه نحو التفكير بالمستقبل ومدى انعكاس وحدة الساحات والجبهات على الردع لديهم، حيث انكشفت هشاشته مع عجز أمريكي عن القدرة على إغلاق أي جبهة إسناد لغزة. وعليه إن انكفاء واشنطن في اليمن إلى حدود معينة يعد ضربة ومراكمة للفشل، وهو ما أضر بصورة الأمريكيين، خصوصاً أن تم اعترافاً ضمنياً بخطأ في التقدير قد ارتكب هناك، وأن تدخل دعماً لتل أبيب أتى بنتائج عكسية أقله تعرض السفن الأمريكية والبريطانية للاستهداف، وهو ثمن مباشر للعدوان. إن صنعاء ماضية كما يعبر قادتها في دعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته مهما كان الثمن، وهي لن تتراجع عن تموضعها ضمن قوى ودول محور المقاومة، وللأمر حساباته حال تعرض أي طرف لعدوان أمريكي أو إسرائيلي.